بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة، حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة زي ما متعودين مع حضراتكم بنغطي أخبار الألعاب الأخرى سواء داخل جدران النادي الأهلي أو محليا أو عالميا. النهاردة ولأول مرة قناة النادي الأهلي هنغطي حدث عالمي كبير، دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي الـ NBA. الحقيقة بيتلعب اليومين دول البلاي اوفس او المباريات الاقصائيه او المباريات النهائيه للشرق والغرب. الحقيقه قناه النادي الاهلي لاول مره بيجيب لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي متابعه وهايلايتس لهذه المباريات. الحقيقه دي سابقه لقناه النادي الاهلي. كل ده عشان نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي زي ما وعدناه في الافتتاح ان شاء الله. ده هيبقى الجزء الاول من حلقتنا. الجزء الثاني طبعا كلنا تابعنا تاجيل الدوره الاولمبيه طوكيو 2020 اللي كان مفروض تجرى هذه الايام، ولكن في شهر 8 بالاخص 2020 اتاجلت ل 2021 طبعا بعد احداث انتشار جائحه كورونا. اللجنه الاولمبيه الدوليه اجلت اللجنه الاولمبيه او الدوره الاولمبيه، اكيد اللجنه الاولمبيه المصريه كان ليها اجراءات. عايزين نشوف هل التاجيل ده جه لصالح الرياضه المصريه عشان نحقق ميداليات اكتر، ولا التاجيل ده هيكون ضدنا. لازم نكون عارفين ونشوف اللجنه الاولمبيه استعدت لده ازاي. الحقيقه هيكون معانا طبعا المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه واحد صناع القرار داخل اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحادي الخماسي الحديث اللي هو ايضا لعبه اولمبيه ومرشح ليها انها ان شاء الله تجيب ميداليه. فكان لازم يكون معانا، كان لازم نعرف تخطيط اللجنه الاولمبيه المصريه من الناحيه الفنيه اكيد ازاي هيكون مع التنسيق بالاتحادات او الاتحادات المشاركه في اللجنه في الدوره الاولمبيه هيكون ايه الوضع وازاي هنتصرف في هذا التاجيل. ارجع لاخباري الاول طبعا زي ما تعودناكم كل يوم حد واربع بنبتدي بالاخبار داخل النادي الاهلي. يمكن اليد هي اللي في الطليعه، كره اليد هي اللعبه الاساسيه دلوقتي عندنا عشان الحدث القادم كاس العالم في يناير 2021. كاس العالم اللي هيكون 32 دوله مشاركه فيه، كاس العالم رقم 27 اللي هيكون اخر كاس عالم تستضيفه دوله واحده، بعد كده هيبقى كاس العالم تستضيفه دولتين كرة اليد هي تبقى اللعبة الأساسية عندنا حتى في تغطيتها داخل النادي الأهلي. فريق الشباب بقيادة الكابتن صابر حسين الحقيقة كسب، كان بيلعب سبورتنج وانتهت المباراة من 3 ساعات، فاز بنتيجة 37-25. ده بيحط وبيحافظ على المقدمة 43 نقطة. عندنا مباراة بكرة في منتهى الأهمية مع نادي طلائع الجيش. كل التوفيق لكابتن صابر حسين وفرقته إن شاء الله فيما هو قادم. أيضا فريق مواليد 2002 بقيادة الكابتن هشام عبد الوهاب فاز على السموحه بنتيجه 24-22. المباراه اقيمت الاثنين اللي فات، برضو بهذه المباراه تصدر فريق النادي الاهلي مجموعته برصيد 42 نقطه. فرقتنا ما شاء الله ماشيه كويس، نمسك الخشب. كل التوفيق لكابتن هشام عبد الوهاب طبعا ميشو المدير الفني وابنائه. نروح الخبر الثالث، الاهلي يهزم المعادي وديا طبعا في سيدات اليد. كان في مباراه وديه طبعا كابتن يحيى يوسف المدير الفني اللي تولى المسؤوليه قبل جائحه كورونا وجات توقف فما لحقش يتعدي مع فرقته جيدا، ولكن اشتغل على فرقته ولعب ماتش ودي مع المعادي 36-17. النتيجه النادي الاهلي اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. النادي الاهلي غاب عنه ساره حسام واللي مصابه في دراعها اليمين وباذن الله هترجع اول الاسبوع القادم. الاهلي بيستعد لعوده الدوري اللي هتكون اول مباراه ليه في سموحه في اسكندريه يوم الثلاثاء القادم. نروح لشباب كره السله. الحقيقه شباب كره السله احنا الحمد لله الحلقه اللي فاتت احتفلنا بكاسين لليد، ناشئات اليد وناشئات كره السله. النهارده عندنا ناشئين كره السله بقياده كابتن النادي الاهلي السابق واحد لاعبته المميزين والمدير الفني الحالي اسلام علي. بيلعب دلوقتي مع نظيره الجزيره. ان شاء الله لو المباراه خلصت هنقول لكم النتيجه واحنا على الهواء. المباراه دي بتتلعب في نادي الصيد 6 اكتوبر في الملاعب المكشوفه. كل التوفيق، لو كسب النهارده ان شاء الله الفريق بقياده الكابتن اسلام علي هيحمل كاس البطوله، بطوله الجمهوريه لشباب السله، وان شاء الله دي تكون الكاس الثالث اللي بيخش النادي الاهلي خلال اسبوع تقريبا. وخليني اقول لحضراتكم ان كان اتحاد السله زي الاتحادات الاخرى كان حريص ان فرق الشباب تكمل الموسم عشان درجات التفوق الرياضي، ودي حاجه كويسه جدا. كل الاتحادات كان معانا اتحاد الطايره واتحاد السله واتحاد اليد كله حرص ان يكون الشباب بيلعبوا عشان درجات التفوق الرياضي، لانه حرام الدرجات دي بتفرق كتير جدا مع الطلاب واللاعبين.
خليني اقول لحضراتكم كمان ان الاهلي يختتم استعداداته لمواجهه الجزيره بدوري سوبر سله السيدات. عارفين طبعا السله احنا لسه بنلعب او السيدات سله سيدات بيلعبوا الادوار اللي في البدايه اللي هو بيحددوا من الاول للثامن عشان يروحوا للادوار الاقصائيه. النادي الاهلي في الرصيد الثاني برصيد 24 نقطه بعد نادي سبورتنج بفارق نقطتين. النادي الاهلي عنده مباراه الجزيره فاز في مباراته اللي فاتت، عنده مباراه الجزيره ان شاء الله يكسبها وينتظر باقي النتائج عشان يعرف هيلاعب مين. خليني اقول لحضراتكم انه فريق السله يمكن السيدات كانوا من اكثر الفرق اللي استفادت من التوقف، ومش انا اللي بقول، النتائج اللي بتقول. خلينا نروح لفريق الطائره رجال. عندنا عبد الرحمن سعودي نجم الفريق بيغيب عن مباراه الطيران القادمه في اوائل او في اولى مباريات العوده للدوري كره الطائره. الحقيقه عنده اصابه في الحوض وان شاء الله يلحق بقيه الماتشات اللي جايه. طبعا المباراه هتقام ان شاء الله اللي جايه ليهم في الدوري هتكون مع نادي الطيران ان شاء الله. وكان جرب الكابتن اللعيبه كابتن محمد مسال حميد وجرب اللعيبه في مباراه اللي فاتت مع بتروجيت، وكان النتيجه خلصت 3-0 كانت حصاد امير عبد الله الفيصل. بنتمنى طبعا لعبد الرحمن سعودي كل الشفاء العاجل ان شاء الله. الف سلامه عليك يا عبد. خلينا نروح تاني للكره الطائره شباب. الاهلي كسب الزمالك، الف مليون مبروك، كسب النتيجه 3-1. يمكن المباراه دي شهدت شوط اول يفوز بيه نادي الزمالك. الولاد رجعوا تاني بقياده الكابتن حسام شعراوي، رجعوا تاني وقفوا على رجليهم، رجعوا للمباراه تاني فازوا 3-1. الحقيقه ده مش غريب عن الكره الطائره. الكره الطائره زي ما قلنا مرارا وتكرارا بتحلق في مكان تاني خالص جوه النادي الاهلي. الماتش ده في الجوله الخامسه في المجموعه الثانيه بالدور قبل النهائي. واللي عايز اقوله لكم ان الاهلي كده كده متاهل وعنده مباراه ثانيه هيلعبها قبل الماتش. عنده مباراه ثانيه في الجوله الثانيه مع نادي الزمالك هيلعبوا على ملعبنا من الدور قبل النهائي ده. احنا كده كده متاهلين والماتش ده ان شاء الله بكره. احنا كده كده زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه لشباب الطايره احنا متاهلين بصرف النظر عن النتيجه، ولكن الطائره دائما ابدا او قطاع الطائره رجال وسيدات ابدا ما بيدوروش على المكسب، بيدوروا على العلامه الكامله. خلينا نقول الاهلي النهارده نروح لسيدات الكره الطائره. الاهلي بيلعب النهارده الشمس وديه. الفريق الاول لسيدات الكره الطائره بنادي الاهلي بقياده الكابتن حمدي الصافي بيلعبوا ماتش دلوقتي مع نظير الشمس. كابتن حمدي الصافي كان معانا على البدني، اهتم بالفني، دخل فيس 3 اللي هي او المرحله الثالثه المباراه الوديه. المباراه بتتلعب دلوقتي واحنا عرفنا طبعا الجمعه اللي فاتت كان بيلعب الصيد وكسب 3-0 ايضا وديه. لو المباراه خلصت النهارده ان شاء الله واحنا على الهوا اكيد هنقول لحضراتكم. اول مباراه ليهم يوم 24 ان شاء الله واللي هتكون قدام نادي سبورتنج. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي وطبعا وبناته وابطاله طبعا ان شاء الله في ما هو قادم. عندنا الجمباز في نادي الاهلي رجع تاني يتمرن، لان خلي بالكم الجمباز صاله برضه ومغطاه وفي اجراءات احترازيه. الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز الحقيقه قال ان احنا رجعنا نتمرن ولكن باعلى درجات الاجراءات الاحترازيه، وقال ان اللعيبه بدا يعلي طبعا الحمل التدريبي ومنتظرين يشوفوا البطولات القادمه جدولها ايه عشان يبتدوا يحطوا الخطه بتاعتهم. والنادي الاهلي اكد الدكتور محمد فؤاد النادي الاهلي حريص جدا على سلامه اللاعبين واللاعبات، وقلل في بعض الاوقات عدد اللاعبين واللاعبات عشان الناحيه الامان او الامان والبعد الاجتماعي. كل التوفيق لجهاز الجمباز الحقيقه في ادائهم العالي واللي بيقدوه. الحقيقه النادي الاهلي بيقدم خدمه جليله للمنتخبات المصريه برعايه ابطال الجمباز في مصر. خلينا نروح لتنس الطاوله. زي ما قلنا تنس الطاوله ايضا من اللعبات الحقيقه اللي محتكره بشكل كامل البطولات سواء سيدات او رجال. الكابتن اشرف عبد الفتاح الراجل الخلوق المدير الفني المحترم قال لنا انه بيستعد للسيدات بشكل او سيدات التنس الطاوله بتستعد على الحفاظ بلقب الدوري الممتاز، وان الاستعداد يعني على قدم وساق. وقال انه اتحاد تنس الطاوله برئاسه طبعا معتز عاشور حدد الدوره المجمعه الاولى هتبقى يوم 12 سبتمبر في صاله هيئه قناه السويس. احنا طبعا ما كانش ينفع نسيب الحدث ده او نشوف استعدادات سيدات التنس الطاوله. صورنا التقرير ده اشوفه وارجع لحضراتكم تاني. اول مره تحصل في التاريخ على الاقل الرياضي بتاعي ان يحصل توقف بالشكل ده، فالحمد لله ان احنا رجعنا وبدانا رجوع في 1/7. بدانا في الملاعب المفتوحه الاول، عملنا اعداد بدني للعيبه بحيث ان هم يقدروا يجهزوا بدنيا الاول، وبعد كده في 15/7 او 16/7 قدرنا ننزل جوه الصاله ونبتدي نلعب الحاجات الفنيه استعدادا
للدوري ان شاء الله، الدوري الممتاز. احنا خدنا بعض التعليمات من الاتحاد الدولي ان احنا عملنا كور عشان اللعيبه ما تلمس، مش لعيب يعني مش الاثنين لعيبه يلمسوا كره واحده، عملنا كوره بلون اسود مثلا وكوره بلون تاني احمر، بحيث علامه كده مثلا زي مثلث، بحيث ان كل لعيب يبقى عارف ان دي كورته على الارض ينزل يجيبها، ما يروحش يجيب كره اللعيب التاني اللي هي معموله في المثلث الاسود، فيبقى كده ضمننا ان كل لعيب يلمس الكره بتاعته. واحنا الحمد لله مطمنين بعض اللعيبه بتاعتنا، المنتخب عامل مساحات تبع الاتحادات، والحمد لله احنا مطمنين من اللعيبه بتاعتنا ان هم كويسين الحمد لله. نزلنا بالدرجه الاولى رجال وسيدات علشان نقدر نستكمل الموسم، احنا استكمال الموسم فاضل لنا دورتين مجمعتين للرجال ودورتين مجمعتين للسيدات عشان ينتهي الدوري ونهايه الموسم. كانت صعبه فعلا، بس هي عشان كانت الجامعه كمان واخده الوقت، فكنا بنحاول ان احنا نحافظ على الفتنس، كان فتنس اكتر في البيت كتير، وبنحافظ بقى على الدراسه لحد ما نرجع التنس الطاوله. احنا الاول رجعنا نتمرن فتنس، كان مثلا في ساعه فتنس، وبعدين لما رجعنا التنس الطاوله بدانا نتمرن مثلا ساعه الصبح وساعتين بالليل. ما ينفعش نبدا على طول بعد كل المده دي نبدا جامد، فبنحاول ان احنا نبدا بوقت قليل نرجع فيه التكنيك بتاع تنس الطاوله، وبعد كده نبدا جامد ان شاء الله. بس الحمد لله بنشتغل كل يوم ما عدا الجمعه. لا هم بيقولوا ان شاء الله الدوري هيبقى في نص تسعه، فاحنا بنحاول نستعد ليه وان شاء الله نعمل اللي احنا على قد ما نقدر يعني ان احنا نكمل والدنيا تبقى كويسه ونكسبه ان شاء الله. هي اخر بطوله مريم اللي اخذت الاول، بس في التصنيف العام انا ترتيبي اول، مريم ترتيبها تاني. نفسي طبعا ان احنا دايما نحافظ على المستوى، يعني هي ما كانتش سهل خالص ان احنا نبقى اول وتاني من اول موسم سيدات لينا، بس احنا اكتر حاجه نفسنا فيها ان احنا نحافظ على الاول والتاني، ويا رب ان شاء الله نفضل زي زمان ابطال العرب وابطال افريقيا باذن الله. طبعا احنا راجعين بحماس جدا، واحنا عايزين ان احنا نتمرن فترتين في اليوم، يعني مثلا بنحاول ان احنا ناخد تمرين هنا، نحاول نتمرن فتنس، نجري علشان النفس يطول. فاحنا بنتمرن هنا في التمرين مثلا حوالي ساعتين، نتمرن فتنس برضو الصبح ساعتين، ولو عرفنا ان احنا مثلا نلعب انا ومروه لوحدنا مثلا في حته ثانيه، انه لو ما فيش تمرين الصبح عشان بيبقى احيانا هنا السيدات البيسين الصبح ما فيش تمرين، فبنروح مثلا نلعب في حته ثانيه. هو ماتش انا ومروه بالنسبه لي بيبقى اكتر ماتش موتر بصراحه، لان انا ببقى عايزه اكسب جدا، وفي نفس الوقت عايزاها هي تكسب، فالموضوع بيبقى اللي هو يعني خايفه اكسب، وفي نفس الوقت عايزه اكسب قوي لانها بتاهل لحاجه ثانيه، فهو بيبقى نفسيا ضغط، بس بيبقى راحه انه على الاقل مثلا لو احنا واحده ضامنه انها تدخل فاينل او بنلعب فاينل مع بعض الكاس في بيته، فهو بيبقى بس توتر نفسي انه كل واحد عايز يكسب التاني. يعني احنا طبعا بنحاول نستعد هنا في النادي، عاملين زي معسكر مغلق ان احنا عشان الدوري ان شاء الله نرجع بقوتنا، والبطولات لسه ما حددوش اذا كان في بطولات دوليه ولا لا، بس احنا لحد دلوقتي نستعد للدوري. يعني احنا دلوقتي احيانا بيقعدوا يقولوا ان احنا اول واول مقرر، لان احنا نفس البوينتس بالظبط واحنا نفس السن، فبيبقى هو المفروض الاصغر، فالاصغر مروه، بس هي مروه عشان انا اخر بطوله كسبتها فكانت تقعد تقول لي لا انت تستاهلي الاول، فشويه نقعد نقول انت اول انت اول، بس يعني بالنسبه لنا اول وتاني الحمد لله هي احسن حاجه، فمش فارقه بالنسبه لنا انه انا او مروه. المنافسه جوه التمرين دي حاجه جميله جدا، واكيد بترفع المستوى، وعشان كده النادي الاهلي بيحافظ دايما يكون عنده الابطال، عشان حتى اثناء التدريب بيكون ده بيعلي المستوى. كل التوفيق لتنس الطاوله بالنادي الاهلي سواء سيدات او رجال. نروح للكاراتيه. الكاراتيه في النادي الاهلي من الالعاب المهمه جدا، وخرجت نجوم وابطال عالم. طبعا احنا مش هننسى دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره اللي كان بطل عالم وهو الان عضو مجلس اداره. الكاراتيه لعبه مميزه جدا، رحنا لهم وسالناهم الاخبار ايه والدنيا ماشيه ازاي، لقينا في استعداد جيد جدا. والحقيقه احنا عندنا اسامي كبيره جدا في الكاراتيه يمكن الناس مش عارفاها. عندنا جيانا فاروق اول مصريه عربيه تتاهل للاولمبياد في الكاراتيه، واحمد اشرف ومحمد رمضان واي هشام. خلينا نروح للتقييده صورناه مع الكاراتيه وارجع لحضراتكم تاني. خبر يعني ساعدنا كتير قوي، لان اربع شهور بالنسبه للرياضي او بمعنى اصح في نادي الاهلي الابطال معظمهم كلهم في منتخب مصر، ده خبر يسعدنا جدا. والحمد لله احنا ابتدينا، الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن حطوا خطه تجريبيه للنزول بالتدريج للملعب مع الاجراءات الاحترازيه من ناحيه الكمامات او التباعد الاجتماعي حتى في وسط اللعيبه، ومفيش تلاحم والكلام ده. وبالفعل احنا ابتدينا اول ما نزلنا او اول ما الوزاره قالت نبتدي نفتح المجال الرياضي، ابتدينا بالاعمار الكبيره اللي هي فوق 18 سنه، اللي هي يعني عندها وعي الى حد ما
وعددها مش كبير قوي، واعتقد ان كل الرياضات ابتدت بالفعل في بهذا الترتيب. هو النادي وفر لنا برنامج تدريبي عن طريق زوم يعني اونلاين، كان فتنس وكاتا، الجهاز الفني هو اللي وفر لنا الموضوع ده، وكانوا متابعين موضوع التغذيه، وكان في دكتور نفسي، والمنتخب برده كان وفر لنا 3 ايام تمرين برده فتنس وكاراتيه ومنتل كوتش، وكان معانا دكتور اصابات ودكتور تغذيه، يعني كنا بنتمرن في البيت. احنا شغالين دلوقتي في النادي 3 ايام في الاسبوع، شغالين وحده فتنس ووحده كاراتيه، تقريبا التمرين بيبقى ساعتين ساعتين ونص، ومحافظين على المسافات بتاعتنا، وعدد المدربين جوه الصاله بينظموا يعني المدربين ما يبقاش عددنا كبير، وعدد اللعيبه ما يبقاش كتير. احنا دلوقتي البطولات الدوليه كلها اتاجلت للاسف عشان ظروف كورونا، بس احنا بنستعد بقى للسيزون الجديد ان شاء الله. المفروض اول حاجه هتبقى عندنا تصفيات منتخب مصر، وبعد كده هنبدا بقى التصفيات الداخليه علشان مين هيلعب. عندنا بطولات بريمير ليج اللي هي مؤهله للاولمبيكس، عندنا بطوله مؤهله للاولمبيات احنا لينا فرصه فيها هنا تبع النادي، احنا تقريبا 3 او 4 لعيبه عندنا فرصه في الاولمبيات ان شاء الله. فاحنا التارجت الاساسي بتاعنا البطوله المؤهليه للاولمبيات ان شاء الله تبقى في شهر 6 تقريبا، هي دي التارجت بتاعنا اللي بنجهز له الفتره دي ان شاء الله. كان في تمارين طبعا بتتعمل اونلاين دايما كل يوم بمكان في البيت، تفضي بس مكان او اي حاجه، وكانوا بيتابعوا التغذيه طبعا كويس جدا، ده كده كده طبعا طبعا، بس كانوا بيتابعوا كويس قوي الفتنس البدني، الكاتا، الحاجات الفنيه، كابتن يكون معانا متواصل ياخدوا غياب، مين حضر مين ما حضرش، كانوا متواصلين قوي في الموضوع ده عشان ما كانش ينفع نريح عشان هننزل في سيزون جديد ان شاء الله. استعدادنا علشان ان شاء الله بطولاتنا هتبتدي، السيزون هيبتدي في شهر 9، وبعديها هيشكلوا المنتخب ان شاء الله، فشهر 9 هيكون بدايه السيزون، فاحنا دلوقتي بنجهز من دلوقتي، فبنتمرن تقريبا انا بتمرن طول الاسبوع، باخد يوم اجازه بس واحد عشان ريكفري والراحه والتغذيه وكده. هيبتدي تشكيل المنتخب كحاجات فرديه، وعلشان ان شاء الله بطوله العالم هتكون 2022، فلازم نجهز لها من دلوقتي، وانا بوعدكم ان شاء الله هفضل اشتغل لغايه لما ان شاء الله اكون بطله عالم في يوم من الايام. احنا طبعا النادي كان بيبعت لنا على الجروب او كده واتساب في برنامج تدريبي المفروض ان احنا بنبقى ماشيين عليه، والكباتن تابع بنعمل ايه وكده، وطبعا الدايت بنبقى على قد ما نقدر واخدين بالنا من الاكل وكده خلال الفتره دي، بحيث ان احنا حتى لو مش هنزيد على الاقل نحاول نحافظ على المستوى اللي احنا وصلنا له. يعني احنا دلوقتي ابتدينا بنتمرن 3 ايام هنا في النادي، بيتراوح مثلا من ساعه ونص لساعتين، بيبقى عندنا فتنس، ممكن نروح تمرينه في التراك وتمرينه الكاتا بتاعتنا، يعني كل تمرينه بتبقى كده فتنس وكاتا جزء وجزء. هو لسه ما فيش جدول بالظبط نزل، بس في الاغلب ممكن مثلا تبتدي البطولات اللي هي بتبقى التصفيات اللي بتاهل المنتخب او كده من بعد مثلا نص 9، بس اي جدول تفصيلي لسه ما عندناش علم بيه. طبعا ده حلمي من زمان، واكيد حلم اي حد ان هو يوصل لبطوله العالم، دي الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها على طول. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا، النادي الاهلي هو قلعه الرياضه في مصر. الحقيقه شفنا ابطال بيستعدوا، وشفنا في التقرير مع حضراتكم بطلات بتستعد لتصفيات الاولمبياد، والنادي الاهلي اللي بيقوم باعدادهم لذلك. النادي الاهلي بيقوم بخدمه كبيره جدا للمنتخبات القوميه اللي هي في الاصل الاساس. كل التوفيق للكاراتيه، الحقيقه منتظرين كتير سواء على المستوى المحلي، وده ان شاء الله باذن الله محسوم للنادي الاهلي، وعلى المستوى العالمي في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله، اللي اكيد هنتكلم عن الكاراتيه مع ضيفنا ان شاء الله. طيب نطلع فاصل وارجع لحضراتكم عشان نستأنف الاخبار معاكم في برنامج الابطال. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا كده من قبل الفاصل خلصنا تقريبا اخبار الجماعيه وبعض الاخبار الالعاب الفرديه. خلينا نروح معاكم للغطس في النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن طارق الصغير. رجعوا يتمرنوا تاني 5 ايام في الاسبوع، كل تمرينه تقريبا 4 ساعات. انتوا عارفين طبعا الفرق العاب الماء بتكون ممكن في جزء فتنس خارج حمام السباحه، وبيبقى في جزء في حمام السباحه، فالحقيقه بيبقوا تمرينهم 4 ساعات. انتوا شايفينه كتير، بس انا عايز اقول لكم ان اللعيبه ما بتحسش الوقت بيعدي كده، اللعيبه ما بتحسش بال4 ساعات دي. وهم عندهم بطوله كاس مصر الحقيقه، وبطوله الجمهوريه هتلاقي في شهر 11، فعندهم الاستعداد مكمل. فالحقيقه احنا رحنا صورنا تقرير مع فريق الغطس، نروح للتقرير وارجع لحضراتكم تاني.
عاملين لهم برنامج اعداد بدني واعداد نفسي، وكنا متابعين دايما مع الاولاد بحيث ان احنا ما يعني ما نخسرش قوي المجهود اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. وطبعا النادي كان مساعدنا اول ما ابتدينا ننزل، النادي كان مساعدنا وموفر لنا جميع الاجراءات الاحترازيه، ودايما بنقول لهم هم معظمهم يعني كانوا دخلوا في حاله نفسيه ان هم محبوسين في البيت ولا حتى بينزلوا يروحوا مثلا يزوروا قرايبهم ولا اصحابهم ولا كانوا بيشوفوا اي حاجه، فكنا احنا مركزين على الحته دي بشكل مهم جدا بحيث ان احنا نخرجهم من الحاله اللي هم كانوا فيها. وفي نفس الوقت لما اجي ارجع ما ابتديش من حيث من نقطه صفر، لا ابتدي من حيث ما انتهيت. الهيد كوتش كان بياكد علينا في حته ان لازم نخلي بالنا من التغذيه والتغذيه الصحيحه عشان الجسم ما يزيدش زياده. طبعا قاعدين في البيت ما بيعملوش اي مجهود وكله بياكل، لا الحمد لله احنا كنا عاملين لهم برنامج تغذيه كويس وبرنامج بدني كويس، والحمد لله لما الاولاد نزلت لا الشكل كان كويس. احنا عندنا بطوله كاس مصر ان شاء الله هتبقى في شهر 9، وبعد كده في بطوله جمهوريه في شهر 11 نوفمبر. مده تمريننا بنشتغل حوالي 5 ايام في الاسبوع، بنشتغل من ساعتين لاربع ساعات مع السن اللي هم الكبار العمومي وال 18 سنه، وبالنسبه للاولاد الصغيرين بنشتغل معاهم حوالي من ساعتين لساعتين ونص. كنا قاعدين بقالنا فتره بصراحه ما بتمرنش، بس كنت بتمرن في البيت يعني لياقه بدنيه عشان اول ما ارجع ان شاء الله اكون مستعده. بنتواصل مع المدربين لو في محتاجين تمرينات نعملها في البيت او اضافه نعملها او لياقه نعملها عشان تساعد ان احنا نرجع كويسين. لياقه فيتنس الحاجات دي بتساعد طبعا احنا اول ما نرجع نكون جاهزين يعني مستعدين جسمنا جاهز. المفروض في كاس عالم من شهر 2 ان شاء الله اتحددت على الويب سايت بتاع فينا، فان شاء الله بجهز ليها يعني. شاركت في اولمبياد قبل كده فدي هتبقى الاولمبياد الثانيه بالنسبه لي ان شاء الله، فطبعا انا بحاول اجهز جامد ليها عشان احقق نتائج احسن من اللي انا حققتها في الاولمبياد اللي فاتت. كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط اكل، طبعا كان في وقت بناكل اكل معين وكان في وقت اكيد من القعده يعني الدنيا بتبوظ مننا، بس كان يعني اوفر اول الدنيا كلها كانت ماشيه كويس يعني. كاس مصر في شهر 9 وبطوله جمهوريه في شهر 11، وبنحاول ان احنا نستعد. طبعا الوقت قليل بس بنحاول ان احنا نستعد بسرعه يعني عشان نرجع لاحسن من الاول كمان. احنا ما كناش متعودين طبعا ان احنا نقعد الفتره دي، فبالنسبه لنا دي حاجه جديده، ولما رجعنا للحاجه اللي احنا بنحبها اكيد اتبسطنا ودي حاجه حلوه. كان الكباتن بيجتمع معانا على حاجه اسمها زوم وبنشتغل فيتنس مع بعض، كان بيحط لنا برنامج عشان فيتنس عشان نفضل محافظين على اللياقه بتاعتنا وبرده نظام غذائي كويس. بنتمرن 4 ايام تقريبا 3 ساعات في اليوم، من الساعه 12 للساعه 3 او 4 في الرينج ده يعني. ان شاء الله عندنا بطوله كاس مصر مؤجله من شهر 3 ان شاء الله في اخر شهر 9، وعندنا بطوله تانية في شهر 11 بتاعه الجمهوريه بقى في ميعادها ان شاء الله. ماشيين على برنامج في البيت، برنامج فيتنس، وما كناش بعيد يعني خالص معاهم كل يوم عشان اهم حاجه يعني نرجع زي مستوانا في الاول ونتفادى الاصابات. الفتره اللي جايه عندنا بطوله في شهر 9 ان شاء الله، فاحنا بنحاول نجهز لها واحده واحده يعني عشان نأهل نفسنا بدنيا ونرجع لمستوانا زي الاول ونشرف النادي الاهلي. كل التوفيق لفريق الغطس بنادي الاهلي سواء رجال او سيدات. روح من الغطس لجيرانهم السباحه. السباحه بتستعد ايضا بكل قوه لاستئناف النشاط. الكابتن اشرف صلاح طبعا مدير فني السباحه باهلي مدينه نصر قال ان احنا بنستعد لكاس مصر اللي هيتلعب يوم 15 اكتوبر. على فكره احنا عندنا سباحين كويسين قوي 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 وعاملين ارقام كويسه قوي قوي قوي. منهم طبعا علي خلف الله، احمد اكرم، محمد سامي، احمد حمدي، عبد الرحمن سامح، ساره سليمان، سند ايمن، انا مش عايز انسى حد عشان كده كاتبهم. وطبعا كان لازم كاميرا الابطال تروح تشوف الاستعداد اخباره ايه، عاملين ايه فرق السباحه. نروح للتقييد ده وارجع لحضراتكم تاني. احنا بالظبط يعتبر مطبقين نفس السيستم اللي في امريكا اللي في الجامعات وفي الانديه هناك، ان احنا مخليين في كل حاره فيه 2،
بحيث ان هم ما بيتقابلوش، واحد في الجهه ديت وواحد في الجهه الثانيه، بحيث ان هم ما بيتقابلوش خالص، وفي نفس الوقت الولاد بينهم وبين بعض مسافه كبيره في الحارات. بالنسبه لنا او بالنسبه لبتوع السباحه طبعا، في حصل الولاد يعني ماله شويه او الوزن عندهم زاد شويه، بس احنا كنا على طول بنشتغل حاجات اونلاين معاهم، شغل الفيتنس والدراي لاند، فكنا محافظين على الحته ديت بحيث ان الموضوع يعني نحاول نحافظ شويه. طب كنا بدانا نشتغل على الحته النفسيه ديت ان احنا ما تقلقوش، في اقل فتره ان شاء الله باذن الله كلنا نرجع للمستوى المطلوب. احنا رجعنا بناء على الاتحاد ان هو حدد بطوله كاس مصر 15/10. الفتره طبعا من ساعه ما بدانا تعتبر مش 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 كافيه، لان احنا كنا قاعدين 3 اشهر، بس حطينا خطه بحيث ان احنا باذن الله نبقى على 15/10 باذن الله نكون جاهزين للبطوله. التمارين كل يوم الصبح وفي 3 مرات بالليل بس كده، ولمده التمرين 2.5 ساعة. في بطوله كاس مصر بعد 2.5 شهر اعتقد، دي احنا بنستعد لها وكده عشان ان شاء الله نعمل فيها نتائج كويسه. بالنسبه للتغذيه كان لازم نحافظ على اكلنا عشان ما نتخنش، عشان القعده في البيت من السباحه بتخن قوي، فكان لازم يعني نفضل منظمين في الاكل وكده. التمارينات كالسباحه مفيش سباحه خالص، بس كنا بنتمرن اونلاين فيتنس وحاجات ارضي وحاجات جري وحاجات كده اللي هي تنشط الجسم على طول. والبطوله اللي جايه اللي احنا عارفين عنها كاس مصر، غير كده لسه ما فيش اي حاجه دوليه لان موقفين كل حاجه عشان الكورونا وكده. التارجت بتاعي ان انا اتاهل ان شاء الله لطوكيو 2021، هي دي كانت التارجت بتاعي اصلا ان انا اتاهل 2020، بس هي اتاجلت، فان شاء الله اتاهل ليها اللي جايه. طبعا كانت يعني كانت صعبه قوي ان اقعد في البيت 3 شهور عمرها ما حصلت، كانت دايما بتبقى يعني اسبوع بالكثير، بعد كده بنرجع نعوم تاني. 3 شهور طبعا كنت حاسه بفرق، يعني كنت اول ما نزلت الميه كنت مش عارفه اعوم خالص، بس دلوقتي يعني خلاص تعودت. كنا طبعا نتمرن في البيت على طول، يعني كان ساعات كابتن فيتنس او كده بيبعت لنا تمارين نلتزم بيها، بننزل نجري كده. وطبعا في الاكل بقى بنحاول ما ناكلش يعني حاجات مضره او كده، اللي هو الاكل من بره او كده. طبعا يعني كانت مشاركه ما احلمش بيها، سافرت مع فريده عثمان، طبعا ده حلم، وكانت احسن حاجه، كانت احسن بطوله حضرتها في حياتي. كنت من اصغر السباحين اللي هناك، وطبعا شايفه ابطال بيعوموا جنبي، ده كانت حاجه. حلو جدا الحياه ترجع لطبيعتها، والحقيقه الرياضه دي اكتر حاجه بتدل ان الدنيا رجعت لطبيعتها والناس تتحرك بامان. الناس تعبت 3-4 شهور الحقيقه، ورب دايما يحفظ مصر ودايما الى الامام. خلينا نروح لحدث مهم اللي احنا افتتحنا بيه الحلقه بتاعتنا وايضا بنختتم بيه برضو، الاخبار المحليه. اتحاد اليد طبعا عشان كاس العالم اللي جاي، انتوا عارفين انه لازم يبقى في قرعه بفتره كافيه قبل كاس العالم، فاتحاد اليد اختار 5 سبتمبر القادم قرعه كاس العالم. هيعملها فين؟ في سفح الهرم بالجيزه. الحقيقه ده احسن مكان، والحقيقه مش احسن وانسب مكان يعمل دعايه لمصر. انتوا عارفين طبعا هناك المتحف الكبير بيتعمل، في حجم تغيير كبير في المنطقه، لما يتعمل هذا الافتتاح ان شاء الله او هاي القرعه تتعمل هناك في ان شاء الله في تحت سفح الهرم، دي حاجه تبقى حلوه جدا لمصر. خليني اقول يعني انتوا عارفين يعني انت بتدمج حاجتين مع بعض، الطفره الكبيره اللي بتحصل في البلد سواء انشائيه او بنيه تحتيه او امان الحالي، بتربطه بعبق التاريخ. الحقيقه انا كان ليا شرف قبل كده حضرت يعني بطولات سواء سكواش او قرعه، يعني قرعه اتعملت قبل كده البطولات تحت سفح الهرم. الحقيقه انا بقول لكم ان الاجانب بينتظروا مثل هذه الاحداث عشان يشاركوا، وعايز اقول لكم ان 32 دوله هيبقى كل دوله ليها ممثل. فالحقيقه شوفوا قد ايه الحجم، الحدث مهم، والحقيقه الدوله حاسه بده، وممثله طبعا في وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيدي كل الامكانيات لهذا الحدث. خليني اقول لحضراتكم ان البطوله هتبقى من 13 ل 31 يناير، يعني هتبقى خلاص ده احنا هنغمض نفتح ليه البطوله جد. ودكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد اليد الدولي لكره اليد اكد ان البطوله في ميعادها، والحمد لله زي ما احنا شايفين مصر الحمد لله مسيطره على انتشار المرض، فالدنيا جميله جدا الحمد لله ومتهيئه لكده. طيب الكاس العالم ده رقم 27، وهيبقى اخر كاس عالم دوله واحده تستضيفه،
وفي الحقيقه ده برضو يعني شرف كبير لمصر. بعد كده هيبقى دولتين لان العدد هيبقى كبير، كام دوله؟ زي ما قلت 32 دوله. وزي ما قلت لحضراتكم، زي ما في استعداد اداري للبطوله في استعداد فني. المنتخب اتجمع من يومين ثلاثه في الغردقه واتعمل لهم مساحات، وتابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي اللي في مستشفى وادي النيل المؤتمر اللي اتعمل والمساحات ونتائجها والكلام ده كله. اي حدث كبير بيدي انطباع لمصر احنا اول ناس، وبرنامج الابطال الحقيقه هيكون وراه، لان زي ما قلنا في البدايه البرنامج ليه رساله، رسالته هي مصر. طبعا النادي الاهلي جزء من مصر، ولكن الرساله الكبيره هي مصر، وكمان رسالتنا هي الاخلاق ونبذ التعصب، ونفضل دايما نقول الكلام ده، ما تزهقوش منا، لان هو دي او هي دي رساله البرنامج. كل التوفيق لاتحاد كره اليد، كل التوفيق لوزاره الشباب والرياضه في تنظيم هذا الحدث الكبير اللي ان شاء الله ان شاء الله هنتابعه، وهنتابعه عن قرب جدا باذن الله. خلينا يعني اطلع لحضراتكم بقى على الحدث الجديد اللي في قناه النادي الاهلي، اللي يمكن اول مره قناه النادي الاهلي تعمل هذا الكلام او تنفذ هذا الكلام. الام بي اي حدث مهم، وعلى فكره مش هيبقى اخر حاجه، يعني دي البدايه زي ما وعدناكم، وهنكمل معاكم في ايه في الاتجاه ده. الاحداث العالميه هتكون معانا ان شاء الله. دوري الام بي اي او الباسكت الام بي اي او دوري المحترفين لكره السله الامريكي توقف بسبب كورونا، وانتم عارفين انتشار المرض في الولايات المتحده كان شديد جدا، فتم توقف الدوري، ولكن هناك في استثمارات بمليارات الدولارات في هذا الدوري. ده اكبر دوري متابعه على مستوى العالم. انا عايز اقول لكم ان الدوري ده بيعمل مشاهده تفوق كره القدم. المهم قعدوا مع رؤساء الانديه، وقعدوا مع هناك في رؤساء انديه وفي ملاك انديه، قعدوا معاهم وقعدوا مع الدنيا كلها وقعدوا مع اللجنه اللجان. قال لك هنستأنف النشاط. طب يا جماعه هنستأنف النشاط ازاي والكورونا وبتاع؟ انا اقول لكم عملوا ايه. الناس دي بتخطط بتنظم. قال لك طيب هنلعب، هنعمل ايه؟ هنجمع الناس كلها في حته او في ملعب اسمه فيلد هاوس في مدينه اسمها اورلاندو في ولايه اسمها فلوريدا، ديزني لاند، عند ديزني لاند. حلو الكلام. قال لك هنعمل كامب كبير، هنجيب اللعيبه كلها 22 فريق، ال 22 فريق هيقعدوا في الكامب مش هيخرجوا. والكلام ده يعني هم وصلوا له بعد ايه؟ بعد مناقشات كتيره جدا. هنجيب ال 22 فريق نقعدهم نلعب الماتشات، لان كان لسه المباريات التمهيديه شغاله. الولايات المتحده الامريكيه مقسومه عشان هي كبيره قاره لوحديها، اللي راح الولايات المتحده عارف ان امريكا الفرق ما بين الشرق والغرب 6 ساعات في التوقيت. فطبعا هم مقسمين الباسكت لمجموعتين الشرق والغرب، جابوا كل الفرقه، كل الفرق منطقتين، منطقه الشرق ومنطقه الغرب، جابوا كل الفرق. يا باشا انت قاعد هنا مش هتخرج لما تخلص. عملوا مساحات للعيبه، للجهاز الفني، للاداريين، لكل من هو، للحكام مسحه. تمام اوكي، خش المعسكر. المعسكر اتقفل، بداوا الماتشات، بداوا يلعبوا ماتشات، ملعب واحد بيتلعب عليه المباريات كلها. على فكره دي جت مصلحه لينا مش عيب. ايه المصلحه؟ ان حصل شيفتنج ليه او ترحيل لمواعيد المباريات. كان زمان المباريات بتتلعب الاقصائي دي الساعه 3 الفجر، انا كنت بقعد لها، تخيلوا 3 الفجر وبنصحى الصبح نروح الشغل. هم عملوا ايه بقى؟ قال لك المباريات دي كلها هتتلعب على ملعب واحد، فلقينا مباريات الساعه 2 الظهر و4 يعني لقينا مواعيد مناسبه لينا كمصريين عشان فرق التوقيت نتفرج عليها. فبدات المباريات تتلعب، تاهل 8 فرق من الغرب و8 فرق من الشرق. طبعا الموسم ده او قبل ما يبتدي ده من حوالي 8 9 شهور حصل انتقالات رهيبه جدا في الام بي اي، لعيبه اتنقلت من هنا لهنا وصفقات تبادليه وفرق طلعت وفرقه نزلت. وخليني اقول لكم انه كمان اللي حصل على بطوله الام بي اي السنه اللي فاتت، فريق كندي اسمه تورونتو، على فكره هتقول طب كندي بيلعب ازاي في امريكا؟ تورونتو بيلعب في الام بي اي، في فريق كندي بيلعب في دوري الام بي اي. ده اللي حصل السنه اللي فاتت على كاس البطوله. وخلينا اقول لكم كمان انه بيحصل ايه، ان هو لما خد كاس البطوله اهم لاعب عنده كواي مشي راح كليبرز. فيعني الام بي اي لو احنا بس قعدنا نتابع تنقلاته هتسمعوا ارقام خياليه، الارقام اللي هي بتاعت 6 اصفار و7 اصفار دي. طيب خليني اقول لحضركم يعني مش ملايين، ده مليارات. صدقوني انا بقول لكم استثمارات، لو قلت لكم اسعار اللاعبين ليبرون جيمس بياخد كام وعقوده كام والاعلانات كام انتوا مش هتصدقوا. يعني لعيبه الكوره والله بالنسبه لهم غلابه، اللي احنا شايفين لعيبه الكوره بتاخد وما بتاخدش. لا، دوري الام بي اي فيه استثمارات ضخمه واعلانات ضخمه جدا، راح امريكا عارف وعارف المباراه. طيب في مشكله قابلته، ان ما فيش جمهور. ليبرون جيمس اهم لاعب في العالم دلوقتي ولاعب لاعب الليكرز اللي اتنقل من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت اول موسم ليه مع الليكرز، اتنقل ليهم السنه دي زعلان، قال لك انا مش هلعب من غير جمهور. طب يا عم نحل الموضوع ده ازاي؟ قال لك هنعمل شاشات وهتشوفوها دلوقتي واحنا بنجزيها لحضراتكم اللقطات والهايلايتس. عملوا شاشه كبيره جدا ورا اللعيبه، خلوا نجوم كبار يحضروا المباراه من البيت فيرتشوال، يعني يبقى قاعد النجم كبير
قاعد بيحضر المباراه بيشجع فريق ليكرز، هتلاقيه ورا بنش الليكرز، ونجم كبير بيشجع مثلا اوكلاهوما سيتي، هتلاقيه قاعد ورا اوكلاهوما سيتي، ووشه باين والشاشه كبيره باينه، ولو جت كره بيقوم يهيص، ولو مش يعني عيشوا اللعيبه ان في جمهور، ولكن حافظوا على البعد الاجتماعي. الدوري ده لو قعدنا عملنا له حلقات الحقيقه مش هنخلص. وكانت اداره القناه حريصه جدا جدا ان هي تجيب لقطات للناس وتجيب لجمهور النادي الاهلي بالاخص طبعا وكل متابعين الرياضه، نحطهم في هذه الاجواء، وده وعدنا ليكم وان شاء الله احنا مكملين معاه. خلينا نخش مع حضراتكم على مباراه من اللي موجودين. في عندنا فريق كليبرز ومافريكس. الحقيقه فريق كليبرز ده شاهد انتقالات مهمه جدا، اهمهم زي ما احنا شايفين على الشاشه، كليبرز شاف كواي لعيب اللي انا قلت لكم لعيب تورونتو من اهم اللاعبين اللي في الام بي اي، لقطات من المباراه، اتنقل راح كليبرز. انا عايز اقول لكم انه كليبرز فاز على مافريكس بنتيجه 118-110. طبعا الام بي اي نسيت اقول لكم النتائج بتبقى كده فوق ال 100 لان المستوى عالي جدا. لوكا اللعيب لاعب مافريكس حط 42 نقطه بس ما قدرش يكسب فرقته، تمام. لوكا اللعيب اللي معاه الكوره دلوقتي، وكواي اللعيب اللي اتنقل من تورونتو، طبعا الخناقات اللي انتوا شايفينها دي عادي، والحكام تخش تحوش ولاعيبه تتوقف ولاعيبه تدفع غرامات، الموضوع عادي جدا هناك، وبيبقى في اثاره جدا في الايه في الفرق دي. خليني اقول لحضراتكم ان كواي حط 29 بونت، بس كواي عمل ليد لفرقته وقدروا يكسبوا. كليبرز فاز على مافريكس. طيب هم بيلعبوا كام ماتش؟ بيلعبوا 7 ماتشات. الفرقه اللي انتوا شايفينها دي او الفرقتين دول هيلعبوا 7 ماتشات. اللي هيتأهل اللي يكسب 4، كسبهم اول 4 ورا بعض، كسب ماتش وماتش، لا اللي يكسب 4 يتأهل للدور اللي بعد كده. ونسيت اقول لكم كمان في شرق وفي الغرب، الشرق بيلعب الادوار الاقصائيه، والغرب ده كواي اللي اتنقل اللي قدامنا في الصوره ده كواي اللي اتنقل من تورونتو، ومن احسن اللعيبه دلوقتي ده اتنقل لكليبرز واللي كسب فريقه اللي بيلعب 1-1، لعيب هايل، لعيب عنده ميديم شوت، لعيب عنده شي بوينت، لعيب ديفندر. خليني اقول لكم كمان ان عشان بس تبقوا انتوا معايا، الايست والويست، الشرق والغرب بيلعبوا في الاخر، هيطلع بطل للايست وبطل للويست، بطل شرق وبطل الغرب، وبعد كده البطلين دول هيلعبوا بعض على نهائي الام بي اي او نهائي الايه الام بي اي، هيلعبوا برده بيست اوف 7. والحقيقه المباريات دي بتبقى، انا عايز اقول لكم ان في سنه من السنين فرقه كسبت 3-0، كان ساعتها على ما اتذكر كان فريق اللي هو جولدن ستيت ووريرز، كان بيلاعب فريق كليبرز، لا كافيليرز انا اسف، وكافيليرز طلع 3-0 تقريبا على ما اتذكر، خلينا 3-0 ناقص مباراه ويكسب، خسر 4-3. انا عايز بس اقول لكم انه على ما اتذكر، طبعا الكلام ده كل سنه من كتر التنقلات الواحد الحقيقه بينسى، بس ما فيش حاجه اسمها البطوله اتحسمت. يعني عايز اقول لكم ان هو 1-0 ممكن تلاقي الكليبرز كسب، المباراه اللي بعديها هتلاقي تورونتو كسب، تلاقي مافريكس كسب ماتشين ورا بعض، ما فيش اي مقاييس. وانا يعني ان شاء الله هنجيب لكم الهايلايتس بصفه مستمره ونشوف احسن لقطه. هروح للمباراه الثانيه، تمام. تورونتو حامل اللقب واللي اتاهل، كسب نيتس، كسبها قد ايه؟ كسب 134-110، نتيجة تقيلة. الحقيقة تورونتو ده حامل اللقب برغم انتقال كواي لي، بس تورونتو لسه محافظ على مستواه. خلينا نقول ان فريد فان فيلت اللي هو احسن لعيب في تورونتو حط 30 نقطة، ولعيب سيرجي ايباكا اللعيب الاسباني اللي بيلعب في صفوف تورونتو حط 22 نقطة. ده طبعا بول لاعب الاسباني، خلي بالكم هناك في الام بي هتلاقوا لعيبه كتير اسبان وصرب، لوكا ده مش لعيب صربي، يعني قصدي اقول لكم انه ما فيش لعيبه مش بس امريكان، هتلاقي فرقه كلها ممكن ما تبقاش امريكان. فطبعا المباراه دي كانت مباراه للقسم الشرقي للناحيه الشرقيه، وكانت مباراه مهمه جدا، وتورونتو كده 1-0 في السلسله من 7 مباريات فاز على النتس. زي ما انتم شايفين المباريات بتتسم بالسرعه بالقوه، الملعب اوسع كمان من ملاعب الباسكت في مصر. خلي بالكم كمان في حاجه مهمه، انه القواعد بتختلف، هم هنا في الام بي حاطين قواعد مختلفه شويه عن قواعد الباسكت العاديه، يعني في الهلب في الديفنس مقللينه عشان يزيدوا استمتاع الجمهور باللعبه، يعني اللي بيفوت من مانو ممكن يحط باسكت. زي ما انتم شايفين دي شوطه مثلا 3 بونت، اللي شايطها لعيب ممكن يكون مش في الاصل لعيب بيلعب مركز تقيل او لعيب تحت الحلقه، ممكن يكون لعيب تحت الحلقه وبيطلع شوط 3 بونت، لعيب قصير بيلعب تحت الحلقه. الام بي اي لعيب بيبقى اللعب ممتع ومتنوع، وكل اللعيبه بتبقى عندها نفس المهارات. طبعا الدنكات اللي انتم شايفينها دي
يعني انا مش عايز اقول لكم ان الناس مجانين بالدنكات دي اللي بيسموها بالعربي الكره الحاسمه. انتوا شايفين الحلقه ارتفاع 3.5 متر عشان نحط دنك زي ده يبقى نط فوق ال 3.5 متر. انا عايز اقول لكم انه الام بي اي من اكتر اللاعبات اللي الحقيقه او الدوريات في العالم اللي بتلاقي متابعه من العالم كله. وعايز اقول لكم ان لعيب كره القدم نفسها في اوروبا بتتابع البطولات دي. لو خلص البطولات في اوروبا بنروح نلاقي ميسي وبنروح نلاقي اللعيبه كبيره جدا بتروح كريستيانو رونالدو بتروح تتابع المباريات دي في الملعب. بس طبعا عشان ما فيش جمهور فمش هيروحوا السنه دي، بيكتفوا ان هم يتابعوها عبر شاشات التلفزيون. خلينا نروح لحضراتكم على المباراه اللي بعد كده اللي هي هيوستن روكيتس واوكلاهوما. الحقيقه هيوستن روكيتس اللي هو اللاعب اللي قدامكم ده اللي اسمه هاردن، جيمس هاردن، ده انا لو قعدت اتكلم فيه كتير الحقيقه يعني لعيب فظيع. وده طبعا كريس بول احد اللاعبين المهمين برضو. عايزين نقول ان هيوستن روكيتس فاز على اوكلاهوما ثاندرز 123-108. اللعيب اللي شاط ده اللي هو جيمس هاردن حط 37 بونت. بتقول كام؟ 37 بونت جيمس هاردن اللي في الصوره قدامنا. ده لعيب انت لو اتفرجت عليه تستمتع. هو يمكن ما بيدافعش شويه بس بيحط سكور عالي جدا. شفت السرعه؟ شفته خد الملعب في كام دربلايه او كام خطوه؟ متعه متعه. يعني عايز اقول لكم انه القوه البدنيه الالتحام، شفنا الالتحام عامل ازاي. هيوستن روكيتس جيمس هاردن حط 37 بونت. انا عايز اقول لكم حاجه، في لعيب اسمه ويستر بوك. اللعيب ده كان بيلعب في الفرقه المنافسه لاوكلاهوما اوكلاهوما سيتي، الفرقه اللي باللون البرتقاني. ويستر بوك لعب فيها 13 سنه، اتنقل لهيوستن روكيتس اللي بيلعبوا صفقه دلوقتي. ويستر بوك اتصاب خرج، ولكن اللي اتحمل عبء المباراه كان جيمس هاردن اللي حط 37 بوك. خلينا نروح للفريق الثاني اللي هو اوكلاهوما سيتي ثاندرز. حط جاليناري 29 نقطه، وكريس بول اللي اتنقل طبعا راح اول سنه ليه مع اوكلاهوما سنتر حط 20 بوك. زي ما انتم شايفين ده بيج جاي او لعيب كبير او لعيب سنتر بيشوت 3 بوك. ال 24 ثانية شايفينها بتعد عند فاول شوت. احنا الهجمة بيبقى وقتها 24 ثانية، هتلاقوا في دايرة بيضاء قدامنا اهو، الدايرة البيضاء دي موجودة عند الفاول شوت او الرمية الحرة، بتعد للجمهور. الجمهور اللي شايف ال 10 ثواني دي اللي مكتوبة، الجمهور اللي شايفها، ولكن اللعيبة مش شايفاها. اللعيبة شايفين اللوحة اللي فوق الباسكت. ده هاردن اللي بقول لحضراتكم عليه، لعيب ممتاز، لعيب هايل، لعيب عنده. ده كريس بول طبعا سرعة جامدة جدا في اللعب. أنا عايز أقول لكم إن الموضوع من كتر امتاعه احنا كنا بنقعد. ده كريس بول اللي اتنقل لثاندرز، لعيب مش طويل بس شايفين بيعمل ايه. طبعا جيمس هاردن زي ما انتم شايفين، انا مش عايز اتكلم، الصوره بتقول يعني. طبعا انا عايز بس تبص ورا، في جمهور قاعد ورا الفيرتشوال اللي انا قلت لكم عليه، قاعدين ورا هم، الجماهير قاعده ورا وصورهم باينه بيشجعوا فرقهم، ولو لعبه جت بيقوموا يهيصوا، مش عارف كره طلعت اوت، يعني مدين للعيبه احساس ان احنا بنلعب بجمهور. خليني اقول لكم ان دي متعه، دي صناعه. وعايز اقول لكم ان الام بي اي ده اللي احنا شايفينه، المؤسسه دي او المنظمه دي، كانت السنه دي عامله بطوله افريقيا ومتبنيها في افريقيا. هو قال لك طيب انا هوسع استثمارات، انا كل اللعيبه اللي احنا شايفينه اللي هم اصحاب البشره السمراء جايين منين؟ من افريقيا. طب انا استناهم لما يقولي لا ده انا اروح افريقيا، وخلوا بطوله افريقيا للانديه تحت رعايه الام بي اي اللي هي اتاجلت دلوقتي عشان احداث كورونا. ولكن بقول لكم استثمارات حاجه، فكر تاني والدنيا سابقه. خلينا اروح معاكم للماتش اللي بعد كده عندنا. طيب اورلاندو ماجيك هزم الباكس، بالرغم ان الباكس واخد المركز الاول في الجهه بتاعته، ده طبعا يعني من اهم اللاعبين في فريق الباكس. يونس ده انا عايز اقول لكم من احد اللاعبين المميزين جدا. هو امبارح حط كتير، حط 31 نقطه بس ما كسبش فرقته. يعني اللي هو اللعيب اللي هو رقم 34 يونس ده، لعيب من اصل نيجيري، لعيب يوناني. انا بس عايز اقول لكم ان ده لعيب يوناني من اصل نيجيري. يامس ده بالرغم ان هو حط 31 نقطه في اخر المباراه ما قدرش يحسم المباراه. زي ما انتم شايفين عدد الثواني اهو 10 20، الجمهور اللي شايف. طبعا الفريق، طبعا زي ما قلنا اورلاندو ماجيك كسب الباكس 122-110. الماتش كان ماشي ايكوال طبعا زي ما احنا شايفين، ده برده خارج من عصبيه المباراه كسر الكرسي. خليني اقول لكم انه طبعا هي دي حلاوه كره السله، المشاعر، الفرحه، المكسب، كل ده في الاخر بيترجم لايه؟ لامتاع للجماهير. خليني اقول لحضراتكم انه روس حط 18 نقطه في فريق اورلاندو ماجيك.
وده ساهم برغم انه جاب 18 بونت بس مش 31 بس كان مؤثر. دي دنك. انا عايز اقول لكم يعني الدنك اتحط في روس الروس ده اللي بقول لكم حط 18 نقطه، انا منهم 10 نقطه ب 10 بونت حطهم في الكوارتر الرابع. حط الدنك في نو تايم يعني خد خطوه ونط حط الدنك. قدره بدنيه جباره الحقيقه، امتاع غير طبيعي. خلينا اقول لحضراتكم برضو انه برضو بقول ارجع تاني يانس حط 31 نقطه ولكن ما 31 نقطه بس ده ما كانش كافي انه يكسب فرقته. زي ما انتم شايفين البنش فيه بادي سيبريشن عن اللعيبه، اللعيبه قاعده كل واحد بينهم بين زميله متر، كل العاملين حوالينهم لابسين الكمامات. الحقيقه ما فيش لعيب بيشرب مكان لعيب، هو طبعا ده العادي في امريكا بس انا بياكدوا على الكلام ده. يعني كان زمان ممكن لعيب ياخد مثلا العصير المقوي او الحاجات دي يشرب بسرعه، لا الكلام ده كله اتوقف. الحقيقه دوري الام بي اي دوري ممتع جدا، يعني ان شاء الله هنجيب لكم رسائل وهيبقى اللقطات دي هنفصلها لكم بالتفصيل وهنجيب لكم الدنيا كلها، ولو نقدر في قناه الاهلي والله نجيب لجمهور النادي الاهلي الدنيا كلها هنجيب لجمهور النادي الاهلي والجمهور الرياضه في مصر كلها هنجيب لهم كل حاجه ان شاء الله. هاخدكم بسرعة كده ونروح للتنس الأرضي. التنس الأرضي من اللعبات اللي أنا كنت وأنا صغير أقعد أستنى البطولات زي رولان جاروس وبطولات سلام جراندي عشان بتيجي في التلفزيون أقعد أتفرج عليها. بعد بقى ما جاء حقوق البث وإنه لا لازم قنوات معينة مشفرة هي اللي تذاعها ما بقتش موجودة، فبقينا بندور عليها يعني أو بندور على أي خبر. في لعيبة رومانية اسمها سيمونا هاليب. اللعيبة دي لعيبة ممتازة جدا، تصنيفها عالي جدا. في بطولة أمريكا المفتوحة هتتلعب 31 أغسطس في نيويورك. طبعاً كل اللاعبات خايفين يروحوا عشان كورونا. وللأسف سيمونا اعتذرت. سيمونا اعتذرت إنها تشارك في البطولة وقالت إنها فكرت كتير قبل القرار ده ولكنها استقرت عليه خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية اللي بيمر بيها وعدم السفر إلى مدينة نيويورك. طبعاً إحنا خسرنا طبعاً لعيبة مهمة زي دي إن إحنا نشوفها في بطولة زي دي، وعلى فكرة هي مش كانت لوحديها. ده في بطلات كتير جدا اعتذروا. دي بتبقى فرصه للعيبه المتاخرين في الرانك شويه ان هم ياخدوا بطوله زي بطوله امريكا، لان بطوله امريكا من البطولات المهمه اللي بتترتب عليها تصنيف عالي للاعبين. ولكن احنا نتمنى كل يعني الامنيات ان جائحه كورونا دي تعدي باسرع وقت. يعني يمكن احنا كلنا كرياضيين متابعين المصل اخباره ايه، الدنيا فيها ايه، الامور عامله ازاي، ولكن بنوجه كل الشكر طبعا للدوله المصريه الحقيقه اللي عملت جهود كبيره جدا 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 في احتواء هذا المرض. احنا من اقل الدول الحمد لله اللي كان عندنا خسائر، وزي ما انتم شايفين النشاط رجع الحمد لله، كره القدم رجعت، الامور رجعت، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للرياضيين وكل التوفيق طبعا للرياضه المصريه في تحقيق مزيد من انجازات. طيب هطلع لفاصل لحضراتكم ونحاول نستقبل ضيفنا ان شاء الله المهندس شريف العريان عشان ننتقل بقى طبعا لام الالعاب الاولمبيه اللي هي اكبر حدث. انا بس قبل ما اطلع الفاصل عايز اقول لكم انه بره ميداليه كاس العالم لا تمثل اللاعب شيء، انما الميداليه الاولمبيه هي قمة الشرف الرياضي لأي لاعب في العالم. نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. في البداية طبعا برحب بضيفي المهندس شريف عريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا بيك، منور قناة النادي الاهلي. الله يخليك، منورة بهذا. يمكن يعني دور اللجنة الأولمبية والأولمبية الدولية والميدالية الأولمبية عامة حلم دايما بيراود كل الشعب المصري. طبعا اكيد اكيد ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين هنطلع طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه او الرحله الاولمبيه المصريه عبر التاريخ ليها معانا ذكريات كبيره جدا، سواء ميداليات منافسات وما شابه ذلك. احنا عملنا تقرير في قناه النادي الاهلي عن تاريخ مصر الاولمبي في تقرير صغير، يعني نروح نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. تمتلك مصر تاريخا طويلا ومبهرا في الدورات الأولمبية الماضية، استطاعت خلالهم حصد 32 ميدالية متنوعة بوقع 7 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية. وكان نصيب الأسد من الميداليات المصرية في الألعاب الأولمبية عن طريق رياضتي رفع الأثقال والمصارعة، والتي شهدت بزوغ نجوم استطاعوا حفر أسمائهم في تاريخ الرياضة المصرية بأحرف من ذهب، ومنهم على سبيل المثال للحصر السيد نصير، خضر التوني، إبراهيم شمس، محمود فياض، طارق يحيى، محمد إيهاب،
في رفع الأثقال. أما في المصارعة فنجد إبراهيم مصطفى، محمود حسن علي، إبراهيم عرابي، عبد العال راشد وكرم جابر. وبالذهاب إلى الملاكمة نجد أن أول ملاكم مصري حقق ميدالية أولمبية كان عبد المنعم الجندي في أولمبياد روما عام 1960، قبل أن ينتظر المصريون 44 عاما حتى يأتي الثلاثي التاريخي محمد علي رضا، محمد الباز وأحمد إسماعيل ليعانق المجد في أولمبياد أثينا 2004. ويمتلك المارد الأحمر تاريخا مميزا مع الألعاب الأولمبية، فنجد أن أحد أهم رؤساء القلعة الحمراء وهو أحمد حسنين باشا كان أول رياضي مصري وعربي وإفريقي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بمدينة ستوكهولم عام 1912 في رياضة سلاح المبارزة حينما كان طالبا في إنجلترا. كما أن السيد نصير وهو صاحب أول ميدالية أولمبية لمصر والتي توج بها في أولمبياد أمستردام عام 1928 لعب للنادي الأهلي وكان أحد نجومه على مدار تاريخه. ويأمل الأهلي عن طريق العديد من نجومه الحاليين في المنافسة بقوة على تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو 2021. ولعل أبرز هذه الأسماء التي يعول عليها النسر الأهلوي في التحليق فوق سماء اليابان هي إيهاب عبد الرحمن، جيانا فاروق، مصطفى الجمل، علي خلف الله وأحمد أكرم، فيما يسعى مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية للظهور بأفضل شكل خلال تلك الألعاب وكسر الرقم القياسي المسجل لأكبر بعثة رسمية لمصر في الأولمبياد برصيد 121 لاعباً، والتي تحققت في الدورة الأولمبية الماضية بريو دي جانيرو بالبرازيل صيف عام 2016. تاريخ عريض أو يمكن طويل مع الألعاب الأولمبية، مصر بلد كبيرة شاركت منذ البدايات الحقيقة، وإن شاء الله يعني بنطمع في المزيد. باشمهندس شريف، اللجنة الأولمبية طوكيو، اللجنة الأولمبية الدولية طبعا طوكيو 2020 أجلوها ل 2021 بكل وضوح وصراحة، لمصلحتنا ولا ضدنا هذا القرار؟ في العموم طبعا هو لمصلحة مصر. مصلحة مصر بمعنى إيه؟ إن إحنا من البعثات اللي متوسط الأعمار فيها صغير قليل. ممتاز. تمام. طبعا في بعض اللاعبين مضرورين خلاص لانهم وصلوا ل يعني خلاص النهايه خلاص او اخر دوره ممكن يلعبها، فالسنه دي مش هتفيده قوي. هو عنده خبره بس يمكن الفيزيكال سترينث بتاعه مش في النازل خلاص، انما في العموم لا، مصر مستفيده طبعا. طب ممتاز. طب في حاجه مهمه عايز اسال عليها برضو، اتحاد رفع الاثقال كان توقع ليه عقوبه بايقافات وعندنا ابطال وربعنا، لان احنا شفنا حتى في التقرير ان اللي بيمتلك ميداليات اكتر ملاكمه، واحنا طبيعه جسمانيه. طب جسمانيا احنا هل السنة دي تفيدنا مع رفع الأثقال؟ طبعاً تفيدنا، أنها ترجع الأمل وتحيي الأمل في أن القضية اللي شغالة في المحكمة الدولية، محكمة الرياضية الدولية الكاس، ممكن لسه تاخد قرار برفع الإيقاف اللي هو السنتين، ولو ده حدث هنقدر نلعب. طب القضية وصلت فينا يا كابتن؟ يعني احنا هل احنا في المرحلة الأولى ليها، ولا لسه في الجولات اللي هي التحكيمية، ولا يعني قصدي اقول في بدايتها ولا قربنا؟ لا احنا كانت مصر خسرت القضيه، كان الاتحاد الدولي وقع عقوبه سنتين على مصر، ايقاف سنتين بسبب 7 عينات منشطات كانوا حصلوا في 2016، في اخر 2016 الحقيقه، ومصر عملت ابيل ورفعت قضيه في المحكمه يعني في الكاس وخسرناها الحقيقه. تمام. تمام. وتم رفع قضيه في المحكمه الفيدراليه السويسريه، دي لسه ما اثبتش فيها، انما حدث تغييرات كثيره في رفع الاثقال، اهمها إقالة رئيس الاتحاد الدولي أجان خلاص المجري، وده كان بسبب فساد في الاتحاد الدولي الحقيقة. طب ما دي حاجة ودي حاجة تفيد الحقيقة القضية بتاعتنا، فبالتالي رفعنا قضية تانية بما إن في مستجدات تانية ظهرت. يعني رفعته في الكاس قضية تانية ولا في الكاس قضية الأبيل تانية اللي اتعمل في في الكاس تاني قضية تانية بما إن في أسباب جديدة وكده، وإن شاء الله يعني متمنين إن ده ينصف مصر الحقيقة وينصف ولادنا بالذات، ان اقرب واحد للميداليه محمد ايهاب صاحب برونزيه كلنا يعني 2016
وقادرين الحقيقه على تحقيق ميداليات في رفع الاثقال والالعاب اخرى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يعني جهودكم في اللجنه الاولمبيه تكلل، لان بصراحه ربعين مصر في رفع الاثقال مهم جدا، وجوه ما تخيلش الاولمبيات مظلومين يعني. انا اقدرش اقول غير انهم مظلومين، لان فريق كبير ما فيش حد فيه ممسوك بنشاطات ولا حاجه، هي كان وقع قديمه تمام وما تبتش فيها، وتاخر الاتحاد الدولي سنتين وبت فيها بعديها بسنتين، فالحقيقه فيها ظلم يعني. طب كابتن، انتقل لفريده عثمان في السباحه. يمكن فريده محققه انجاز، احنا بنتكلم على ارقام، هي محققه ارقام كويسه جدا عالميا وتؤهلها انها تخش ان شاء الله تاخد ميداليه السنه دي لمصلحتنا. يعني انا ليه بقول فريده؟ لان فريده عليها يعني احلام كبيره. هل السنه دي تضرنا ولا تفيدنا مع فريده؟ والله مع فريده تحديدا يعني ما اقدرش اقول تفيد ولا تضر، هي فريده في يعني في القمه بتاعتها، في القمه في كمرحله سنيه صحيح. يعني تمام كونها بقى تحقق ميداليه، الناس بس بتلخبط في حاجه ان فريده السباق المميز فيها هو 50 فراشه. تمام، 50 فراشه لا وجود لها في الاولمبياد. صح، موجود في البحر المتوسط بس. لا، موجود في بطولات العالم، موجود في دورات كتير، انما الاولمبياد ما فيهاش غير 50 حره فقط. ومش هي دي الاساس بتاعها. ففريده طبعا هتنافس في ال 50 حره ان شاء الله وفي ال 100 فراشه، ومش هم دول الاساس بتاعها. فعشان ما نظلمش بس فريده، لا فريدة احنا طبعا عشان كده بنفتح، نتمنى انها توصل لميداليه. قادره طبعا، قادره. نتمنى انها توصل بس الاول للنهائيات اللي هي اخر 8، وبعد كده نشوف. هي لو وصلت لاخر 8 يعني فريده مقاتله بشكل كبير قوي، وان شاء الله شرفها مصر في كل مكان. طبعا 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 شرف كبير، او صاحبه اكبر انجازات بعد رانيا علواني يعني، او رانيا علواني هي سبقت دلوقتي رانيا علواني في الانجازات الحقيقه. تمام، ونتمنى دايما الاجيال تبقى بتعمل اكتر من اللي قبليها على طول دايما. طب باشمهندس، كان في اجتماع في اللجنه الاولمبيه كان من حوالي شهر، كنت حضرتك والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، قعدتوا مع الاتحادات اللي تاهلت، ناقشتوا معاهم خططهم. سؤالي هنا، هل كل الاتحادات خلصت الكواليفيكيشن جيمز بتاعتها او الـ 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 او الـ التاهيل التاهيل بتاعها للاولمبيات، ولا في اتحادات لسه؟ التاهيل انواع كتير، التاهيل بيبدا بالتاهيل القاري، ثم التأهيل من بطولات العالم، ثم التأهيل من الرانكينج ليست او التصنيف العالمي. تمام، يعني في ثلاث التأهيل القاري كله خلص. كله خلص، ممتاز. كله خلص، تمام. احنا في العاب كتير بنتأهل قاري، فخلاص بنبقى تأهلنا بالماكسيمم كوتا بتاعتنا، وده حصل في العاب الهيئه، العاب كتير زي الجمباز مثلا، والعاب اخرى، في العاب رقميه زي السباحه والعاب القوه، كان ده كله ده لسه بيفضل لغايه اخر وقت. ميعاد اخر ميعاد دلوقتي اللي هو اتغير بقى نص منتصف يونيو القادم 2021، هو ده اخر ميعاد. فاللي بيحقق الارقام التاهيليه اللي هو الكات اي بيتاهل مباشره، كات بي بيضطر يستنى يشوف هل في مكان ولا لا، حسب ما حدد الاتحاد الدولي للعبه مع الاي او سي. في العاب زي احنا عندنا الخماسي الحديث، احنا تاهلنا قاري، بس الكوتا الحد الاقصى للكوتا في التاهيل هو ولدين وبنتين، فهتاهلنا بولد وبنت بصفات ابطال افريقيا، فاضل لسه كمان ولد وبنت بنحاول ناهلهم عن طريق التاهيل العالمي لبطولات العالم والتصنيف العالمي. فهي الالعاب مختلفه، كره القدم مثلا خلص التصنيف القاري، فبالتالي احنا تاهلنا. بالظبط، كره اليد تاهلنا خلاص. الالعاب الجماعيه كره وفي العاب فشلنا خلاص يعني زي الهوكي، خسرنا من جنوب افريقيا في النهائي، فخلاص جنوب افريقيا هي اللي رايحه، احنا لا. تمام، وهكذا. فهي في المستوى القاري تم حسمه، اكثر من الارقام نص لسه اكثر من نص بعثتنا خلاص تعرف ما شاء يعني الله. احنا زي ما قلنا، زي ما حضرتك قلت في التقرير، ان كانت اكبر بعثه في تاريخ مصر ريو دي جانيرو 121 لاعب ولاعبه. احنا بنشتغل ومتخيلين ومتوقعين ان طوكيو ان شاء الله تكسر هذا الرقم، ويمكن نعدي ال 130 لاعب ولاعبه في التاهيل. ده الشغل اللي احنا كنا بنشتغله، وده اللي ان شاء الله هيحصل. والناس اللي اتاهلت والناس اللي لسه هتتاهل ماشيين في هذا الاتجاه ان شاء الله. طب هسال على الدعم. طبعا مهم جدا الدعم يا باشمهندس، لان طبعا اعداد اللاعبين واللاعبات بيحتاج ارقام. مظبوط، هل ناقشتوا دعم على الاتحادات؟ هل البادجت اتحطت؟ لان خلي بال حضرتك دلوقتي كنا بنتكلم على 2020، ففي سنه البادجت زاد. مظبوط، الاخبار ايه؟ الاخبار كالاتي، الدوله طبعا ممثله في وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وقبله الدكتور المهندس خالد عبد العزيز. الحقيقه من 2014 بالظبط، من 2014 يمكن من شهر 3 او 4 2014، والدوله الحقيقه عامله مجهود رائع خلاص، وفي دعم كبير جدا لجميع الاتحادات، سواء كانت اولمبياد الشباب 2014 او ريو دي جانيرو 2016 او اولمبياد الشباب الثانيه 2018 او طوكيو. يعني الاتجاه ماشي بشكل اكثر من رائع. ممتاز. ساعات بيبقى فيه تاخيرات بسيطه الحقيقه، انما ده شيء وارد واحنا كلنا بنستحمله مع بعض. الله يكون في عون الدوله وفي عون وزاره الشباب والرياضه، مع التاخير السنه ده مش معقول هنقف،
يعني كان البادجت محطوطه كلها بحيث ان اغسطس او يوليو اغسطس 2020 بنلعب الاولمبياد. فدلوقتي في لابد ان توفر الدوله خلاص سنه اخرى من الدعم، وده الحقيقه مبلغ مش صغير، يعني يمكن هيتعدى 100 مليون جنيه مصري، بس انا شايف ان هو لابد منه خلاص. وطبعا كان في اتجاه في اخر كام سنه من الدوله الحقيقه بالاعتماد على كمان الشركات الخاصه بالظبط في في السبونسرشيب ديلز او الرعاة لبعض الابطال وبعض اللعبات، وده الحقيقه برضو عامل فرق كبير في ارتفاع المستوى الحقيقه. فنتمنى الناس تكمل. طبعا موضوع الكورونا مش بالظبط يعني ما هو انت ممكن حاجه ومصعبها كمان على الشركات، يعني حتى الشركات دي الله يكون في عونها انها تكون وقفت شويه، ارباحها قلت. انما نتمنى ان الجميع يتكاتف ويكمل المشوار، لان مش ممكن هنيجي لغايه قبلها بسنه وبعدين نقف، ولو وقفنا ملناش رجعه ثانيه، يعني هيبقى صعب جدا انك ترجع ثاني لمستواك وللمنافسه القويه. انما هي في الاخر مشكله في العالم كله، العالم كله بيتاثر منها، اللي هيعرف يعديها اسرع من الثاني هيكون ليه الغلبة ان شاء الله. طب باشمهندس احنا عملنا تقرير راي نقاد الرياضيين في اداء اللجنه الاولمبيه، خليني اشوفه مع الساده المشاهدين وارجع لحضرتك تاني. تحقيق اللعيبه نتائج مش حكايه فرديه او اللجنه الاولمبيه، هي حكايه مجهود مشترك بيتبذل ما بين اللاعب والجهاز الفني بتاعه ومجلس الاداره. بعد كده هي اعتماد الخطه من اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه هي ما عليها الا انها بتعتمد الخطه فقط. اما انها مشاركه مع اللاعب، لا مش مشاركه مع اللاعب، اللي بيشارك مع اللاعب الجهاز الفني واللاعبين. في الحقيقه هي دي دايما بتبقى قضيه جدليه. هل المسؤولين بيبقى لهم دور ولا الرياضي بنفسه بيبقى له دور؟ اختلفت الاراء حولها في مجالات كتيره، وفي بعض الاحيان وفي بعض الاحيان، يعني في حاجات العاب كتير قوي بيبقى الجهه الاداريه او المسؤولين بيبقى ليهم دور كبير جدا في الانجاز، من خلال توفير المعسكرات المناسبه، من خلال توفير الامكانيات المتاحه للاعبين، وفي العاب تانية بيبقى اللاعب نفسه هو اللي بيقوم بالدور ده. في انجازات بتحصل بشكل فردي من لعيبه، وفي كمان لا في تخطيط برضه من اللجنه الاولمبيه، ما ينفعش نظلمها بشكل كبير ونقول ان هي انجازات فرديه بس. في اتحادات اشتغلت بشكل قوي بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه في الشغل من هي نفس اللجنه موجوده من اولمبياد ريو دي جانيرو اللي موجوده لغايه دلوقتي برئاسه المهندس هشام حطب. كان في تخطيط في اتحادات معينه اشتغلت، زي مثلا اتحاد الرمايه، شفنا في ابطال كتير جدا ظهروا في اولمبياد ريو دي جانيرو، زعفاف الهدوء طلعت مركز خامس، كابتن احمد قمر. في نفس الوقت بتلاقي في دايما في تاهل بعدد زياده، دوره طوكيو تاهلها من اتحاد الرمايه بس حوالي 10 لعيبه. فده لا معنى الارقام ديت معناها ان في اتحاد، لا ده في خطه مجهزه محطوطه من الاتحاد بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه، فكده لا في خطه. يعني شفنا راي النقاد الرياضيين يا باشمهندس، يعني يمكن خليني اقول لك كده بالبلدي، يعني خلينا نتكلم، بيقولوا يعني بما معناه ان اللجنه الاولمبيه ليس لها دور في حته اعداد البطل، دي بتبقى حاجه ما بين اللاعب والاتحاد. الكلام ده صحيح؟ خليني اقول لك انا رايي الشخصي خلاص عشان بس نكون واضحين. الكل مكمل لبعضه، تمام. انا في حاجه بقولها للاعيبتي انا في الخماسي الحديث، اللاعب في الانتصار او في الهزيمه هو مسؤول بنسبه من وجهه نظر انا 80%. خلاص احنا كلنا عوامل مساعده، خلاص الجهاز الفني، الاتحاد، اللجنه الاولمبيه، النادي، كل ده عوامل مساعده. انما عوامل مساعده في وجهه نظري انا لا تزيد عن 20% من الانجاز. فانت لو عملت انجاز انت السبب فيه، وانت لو عملت اخفاق انت بشكل كبير السبب فيه برضه، تمام. فدي حاجه مهمه جدا. طب دور اللجنه الاولمبيه ايه؟ دور اللجنه الاولمبيه هي الواجهه، هي اللي بتنظم خلاص الدورات المجمعه بالكامل خلاص اوكي، وبعثات مصر فيها. انما هي واقفه في ظهر الاتحادات الحقيقه، فالاتحاد هو اللي بيعمل الشغل الفني. احنا لا نتدخل في الشغل الفني بتاع الاتحاد، لان هو الادرى بلعبته وايه المطلوب في لعبته بالكامل. احنا بندعمه ونقف في ظهره ونقف مع الوزاره. فالوزاره الحقيقه الجزء المنوطه بيها والجزء المالي. اللجنه الاولمبيه هي مناقشه الجزء الفني والمحاربه للوصول للجزء المالي اللي تعرف بقى الاتحاد ينفذ بيها هذه الخطط. الاتحاد برضو مش بس لوحده، الاتحاد فيه النادي، ما هو فيه أندية بيطلع منها هذه اللعيبة انها تطلع بشكل كبير، الأسرة المصرية، اللاعب نفسه، يعني في كمية عوامل الحقيقة كتير قوي كلها مكملة. لو شلت جزء منها زي ما تكون ترس في مكنة، لو شلت ترس صغير صحيح. المكنة وقفت صحيح. تمام. حتى المدرسة عليها دور بالظبط. فانت ما تقدرش تقول يعني مش هقول الدور الأكبر، احنا كلنا مكملين. بقى لو احنا حطينا ده في دماغنا ان احنا كلنا مكملين بعض واشتغلنا بما يرضي ربنا، الحقيقه النتائج بتبقى اكثر من رائعه. انما لو كل واحد هيحاول بقى ينسب لنفسه هو الانجاز والكلام ده كله، الحقيقه ما احنا وقت بقى الفشل كله هيخلع. فيعني طب انا اسال حضرتك سؤال يا باشمهندس،
توقعاتك انت الشخصيه يعني مش هنقول دي ما تعتبرش رسميه يعني شخصيه هنعمل يعني او هنحقق كم ميداليه بالتقريب كده حضرتك انا هقول لحضرتك يعني حاجه كده بالارقام تمام اخر ميداليه بالصدفه خلاص بقولها بوضوح خلاص هي لندن 2012 ما بعد لندن واللجنه اللي جت كلجنه اولمبيه مصريه في 2013 في فبراير 2013 شغالين بطريقه علميه جدا بنعلن قبل كل دوره بثلاث سنين مين هم اللاعبين هننافس في ايه هنلعب في كام لعبه بكام لاعب ومين هم اللي عندهم قدره على المنافسه غششني بمنتهى الوضوح غششني. خلاص سواء كان نانجينج 2014 او ريو دي جانيرو او ريو طبعا انا ثلاثه برونز انا ثلاثه غششني بقى في طوكيو وكنا عايزين ايه وكنا عايزين ايه في ريو قبل ريو بثلاث سنين حضرتك عملنا حاجه اسمها كلجنه اولمبيه يعني حاجه اسمها ليستت اي وبي اي هم من هم قادرون على المنافسه وكانوا 16 لاعب ولاعب 16 لاعب ولاعب يعني انا عندي انا بقول انا هتاهل وقتها قلنا هنتاهل هنكسر اعلى رقم وهنوصل باكثر من 120 لاعب ولاعبه وصلنا ب 121 لاعب ولاعبه فاكثر من 20 لعبه اولمبيه تمام فحققنا التارجت الاولاني التارجت الثاني كان الوصول اللي هو ان احنا نكسر الرقم القياسي لمصر في اعلى ميداليات حققتها مصر في دوره واحده وهي خمس ميداليات حققناها كذا مره الحقيقه تمام. سواء كانت امستردام 28 او روما 60 او اثينا 2004 ده كان حلمنا الحقيقه وكنا عارفين ان احنا قادرين للوصول لخمس لثمان ميداليات اولمبيه تمام. قادرين للوصول لهذا اللي حصل في ريو دي جانيرو هو ايه ان احنا حققنا ثلاث ميداليات خلاص ثلاثة برونز تمام. حققنا ثلاثة وحققنا اربع مراكز رابع يعني كنا ممكن نجيبهم بقينا يعني كنا قريبين قوي من تحقيق خمس ست ميداليات الحقيقه بس في الاخر الرياضه يعني في اليوم ما تعرفش ايه اللي هيحصل طب خلاص بقى اللي فات مات غششني اللي فات مات المره دي بقى اللي احنا شغالين للافضل تمام فعملنا ليست 28 لاعب ولاعيبه قادرين على دول هم ايه من 10 اتحادات مختلفه 28 فئه ايه 28 لاعب قادرين على احنا ما هنعمل نفس الغلطه بتاعه ريو دي جانيرو بمعنى ان احنا قلنا في ريو دي جانيرو كان عندنا 16 لاعب بالظبط وقلنا عايزين نحقق من 5 الى 8 ميداليات تمام 8 ميداليات يعني نص ال 16 دول انت عايزهم يجيبوا ميداليات الحقيقه الستاتستكس الطبيعيه بتقول انك انت لو عندك 16 واحد ربعهم يجيب ده الوضع الطبيعي صابة بقى ده الوضع الطبيعي ماشي. احنا ال 16 بتوع ريو دي جانيرو لما وصلنا ريو دي جانيرو يعني من ثلاث سنين قبل احنا بنقول في 16 انت مش هتالف لعيب في ثلاث سنين من الصفر يوصل لميداليه مش طبعا. هيحصل طبعا. تمام فانت عارف مين هم القادرين ال 16 دول حضرتك قبل الاولمبياد كرم جابر قبليها بست سبعة اشهر خلاص اعتزل لا ما اعتزلش حضرتك هو يعني هرب من تحليل منشطات ماشي. فبالتالي خد الورنينج الثالث فتوقف تمام عندنا في الجودو رمضان درويش اصابه في كتفه عندنا ثلاث اربع اصابات مع يعني 16 دول بقى 10 بس 16 بقوا 10 او 11 لاعب فكمان دي عملت طبعا اكيد قلت احتمالات الفوز طبعا وبعدين عندك بقى كمان حاجات عوامل اخرى حصلت اتعلمتوا من الموضوع ده اتعلمنا من الموضوع ده طيب اوكي ال 28 دول حضرتك مش هيتاهلوا كلهم للاولمبياد تقول لي ازاي عندي 28 واحد قادرين على المنافسه مش هيتاهلوا احنا قلنا في بقى حاجات هقول لك هقول لك ايه يعني انا عندي مثلا في الخماسي اربعه قادرين على المنافسه انما في الاخر الحد الاقصى للدوله هو اثنين في التاهل في الفروسيه اربعه هيلعب ثلاثه في لعبه كذا عندك بس في 28 دول هيقلوا فال 28 دول اوتوماتيكلي هيقلوا لحوالي يمكن منهم 18 ل 20 واحد هيتاهلوا تمام احنا بقى بنقول ال 18 ل 20 واحد دول عايزين نكسر بيهم الخمس ميداليات اولمبيه هل ممكن نجيب صفر؟ ممكن نجيب صفر طب هل ممكن نجيب اكتر من خمسه ممكن نجيب سبع ثمان ميداليات ممكن نجيب سبع ثمان ميداليات توقع يا باشمهندس التوقعات حضرتك خلاص متصنفه كمان اللعيبه دول فرصهم ايه خلاص يعني انا مثلا فرصتي 50% في ميداليه خلاص احنا كان اعلى واحد عندنا رخم واحد في الليسته هو ايهاب عبد الرحمن تمام. سوري اسف محمد ايهاب رفع الاثقال تمام كانت فرصته في الميداليه خلاص كان بيتنافس المفروض يعني التوقع بتاعه هو الفضه تمام ممكن يجيب ذهب وممكن يجيب برونز انما ما يقلش عن كده ماشي تمام ادي واحد كان رقم اثنين عندنا ساره سمير تمام الطبيعي بتاعها انها كانت تجيب برونز ممكن تطلع رابع وممكن تطلع تاني فرصتها قد ايه 45% تمام وهكذا وهكذا الى ان في لسه دي لعيبه فرصها 10% مثلا زي احمد اكرم مثلا ماشي الكلام ده السباحه كل الكلام ده تمام. تمام انا عايز رقم يعني قول لي حضرتك مثلا احنا متوقعين نجيب مثلا من صفر ل 4 لو رفع الاثقال رجع الثاني واتشال الوقف انا اتخيل ان احنا هنكسر الخمس ميداليات اولمبيه طب لو رفع الاثقال ما اتشالتش انا اتوقع ان احنا
من 3 الى 5 ميداليات برضه. خلاص ان شاء الله باذن الله. ده 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 توقعات. يعني ده ان شاء الله وان شاء الله نعمل اكتر احسن من كده. نتمنى يعني. طبعا اكتر. طبعا. وخلينا نشوف راي برضه النقاد ايه، يعني النقاد الرياضيين متابعين نشوفهم في التقرير ده مع حضرتك وارجع تاني. تمام. توقع الميداليات ده شيء سبق لاوانه، لسه الوقت طويل، وخاصه ان بعد موضوع كورونا اضر الرياضه على مستوى العالم في اعداد الفرق، ولكن نامل ان هناك فرق تجيب ميداليات زي فرق التايكوندو والخماسي، وهم اذا اتحلت مشكله رفع الاثقال بتاعت محمد ايهاب نامل انه يجيب ميداليه هو الاخر. في بعض اللاعبين طبعا عندنا امال كبيره فيهم، يعني السلاح مثلا ان شاء الله ممكن في امال ان يبقى في ميداليه. طبعا كنا بنتمنى ان رفع الاثقال يكون موجود، لان دي تقريبا الميداليه الوحيده اللي كانت مضمونه بالنسبه لنا. يعني الجمباز كمان ممكن يحقق ميداليات، التايكوندو كمان في لعيبه مميزين جدا، وان شاء الله يكون ليهم نصيب من الميداليات، خاصه ان في عدد كبير جدا من اللعيبه تاهلوا. بجانب بقى الالعاب الثانيه، يعني طبعا في الالعاب الجماعيه عاده بيبقى صعب جدا ان احنا نحقق ميداليه، ولكن بنتمنى ان يكون في اداء كويس. النقل اللي حصل او الترحيل لمده سنه كامله يفسد اي خطه، خصوصا ان في لعيبه قعدت 5 6 شهور بتتدربش في بيتها. في مثلا اتحادات زي اتحاد السباحه ما فيهوش اصلا تدريبات، انت ممنوع تماما من تدريباتك عشان حمامات السباحه مغلقه بالكامل. في اتحادات فرديه بدات ترجع، لسه بطوله الرمايه للجمهوريه كانت لسه بتتلعب الاسبوع اللي فات وهتتلعب الاسبوع اللي جاي. في اتحادات بدات ترجع تدريجي، فانك اي رئيس اتحاد او اي شخص يقول لك انا هقدر احدد عدد ميداليات محدد، لا صعب جدا، صعب وشبه مستحيل انك تقدر تحسم الامر ده. لكن لسه قدامنا مده كبيره هنشوف، وان شاء الله نرجع خطوه بخطوه، الدنيا ترجع تبقى احسن باذن الله، التدريبات تبقى اعلى. مصر في اولمبياد 2016 عملت شكل كويس جدا في بالنسبه للاولمبياد، ونتمنى ان يعني بعد كمان تاجيل الاولمبياد بسبب كورونا ان الدنيا تبقى احسن، لان احنا قدامنا فرصه سنه زياده ان احنا نستعد، وفي نفس الوقت الحاجات الامور يعني الماديه والحاجات دي نقدر نظبطها بشكل افضل، والاستعدادات. اتمنى ان الاتحادات تتكاتف وتقدر يعني عندنا امل في كذا اتحاد، يمكن احنا متميزين في رفع الاثقال، نتمنى بقى نتميز في كذا اتحاد تاني او كذا لعبه تانيه، لان الامور يعني مصر الحمد لله الرياضه في اخر سنتين ثلاثه وزاره الرياضه والاتحادات بتبذل مجهود كبير عشان تطور البنيه التحتيه، محتاجين نترجم ده على ارض الواقع في الاولمبياد ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن يعني المهندس شريف كان اكثر وضوحا من النقاد. النقاد يعني قالوا ان ما صعب نتوقع، بس المهندس شريف راح على طول قال لك لا انا بتوقع لو رفع الاثقال مش موجود هيبقى كذا، فان شاء الله نحقق اكتر من كده. طبعا خليني اقول لحضراتكم احنا محضرين جدول كده بسيط ومبسط لميداليات مصر عبر التاريخ في اللجنه في يعني او في التاريخ الاولمبي. طبعا احنا 7 ميداليات ذهبيه و10 فضيه و15 برونز. طبعا احنا بنراجع لحضراتكم اهو بدايه من امستردام 1928 وحتى ريو دي جانيرو 2016. يمكن زي ما المهندس شريف قال كان اكثر يعني عدد ميداليات حصلنا عليه كان في 3 دورات، برلين 36 5 ميداليات، ولندن 1948 5 ميداليات، واسينا 2004 5 ميداليات. وان شاء الله يعني نتوقع ان شاء الله السنه دي يكون برضو حسب كلام المهندس شريف، يا رب نتوفق وناخد يعني 5 ثم اكثر. خلينا نشوف مين الرياضات اللي حققت، الرياضات اللي حققت اكثر ميداليات من ال7 وال10 وال15 برونز. الرياضات اللي حققت على راس هذه الرياضات هي رفع الاثقال، عشان كده بنقول ان الربعين المصريين وضربه اللي جت في اتحاد رفع الاثقال كانت ضربه شديده جدا للرحله الاولمبيه في مصر، بس ان شاء الله جهود اللجنه الاولمبيه يعني تنجح وتنجح ان ترجع منتخب الاوناش مره اخرى على البساط، ويرجعوا يرفعوا طبعا الاوناش بتوعنا يرفعوا الـ 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 الاحمال بتاعتهم. وفي المصارعه طبعا في المركز الثاني، الملاكمه في المركز الثالث، الغطس، الجودو، السلاح، التايكوندو، طبعا مجموعة زي ما قلت لحضراتكم 32 ميداليه. باشمهندس شريف اطلع بقى، يعني خلاص احنا خدنا حضرتك قاعد معانا بصفتين، صفه طبعا امين عام اللجنه الاولمبيه، ودي حاجه طبعا تشرفنا ونتمنى لحضرتك كل التوفيق. نخش على الخماسي كحضرتك رئيس اتحاد الخماسي، واحد الالعاب اللي في طبعا مشاركه في الدوره الاولمبيه وحظوظها برضو عاليه، استعديت ازاي وشايف مشاركتك ازاي؟ الخماسي طبعا احنا بنشتغل على الميداليه الاولمبيه دي بقالنا هي مده كبيره جدا، لان هو ده التارجت بتاع اي اتحاد اولمبي الحقيقه. احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لعبتنا بتعدي في الرانك العالمي وعماله ترتفع. مصر دلوقتي بقت من ضمن اقوى 4 5 دول في العالم. كاس عالم قريب هنا في مصر حضرتك استضافته. احنا بقى لنا دلوقتي يمكن دي رابع او خامس سنه
ثالث رابع سنه ما فيش بطوله عالم كبار ناشئين شباب الا لمصر موجوده على منصات التتويج. يا رب خلاص ما بتعديش بطوله ان شاء الله. فالحمد لله ده دي حاجه كويسه. نتمنى ان احنا نكمل كمان 2021 بنفس الشكل ونوصل الاولمبياد لعبتنا في اعلى فورمه ان شاء الله للمنافسه. انما المهم ان احنا بنينا اجيال متواصله، ان احنا عندنا جيل لاربعه لباريس 24 و28 مش قادر على المنافسه وبقوه كمان. فاحنا ماشيين ما بنقولش احنا مش هننافس طوكيو، احنا هننافس ان شاء الله في طوكيو وهننافس 24 وهننافس 28. ونفس الحاجه احنا بنبني اجيال. احنا مصر ما ننساش ان اولمبياد 2018 للشباب الاخيره بوينس ايرس صحيح. مصر جابت، انا كنت رئيس بعثتها، لا كان رئيس بعثتها الدكتور عبد العزيز غنيم الحقيقه. تمام احرزت اعلى ميداليات اللي قبليها حضرتك كنت رئيس البعثه، انا كنت قبليها 2014 في نانجينج صح. حققت 12 ميداليه اولمبيه، 3 ذهب و2 فضه و7 برونز، الثلاثة الذهب كان منهم 2 خماسي و1 كاراتيه. ما شاء الله. فاحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، ماشيين كويس جدا، ابطالنا قادرين على المنافسه وهم عارفين خلاص، لان الحقيقه احنا كاتحاد ودوله بتوفر لهم كل حاجه حضرتك ممكن تتخيلها. فيعني هو يعني بتوفر له اكتر من اي لعيب في اي حته ثانيه، روسيا امريكا بتاع ما فيش اي فرق هنا. كابتن احنا عملنا تقرير كده صوتي لحضرتك يعني بمناسبه حضرتك معانا طبعا في قناه النادي الاهلي، نشوفه مع بعض كده ونرجع تاني، نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع تاني. شريف العريان رياضي من طراز خاص، لاعبا واداريا، هو واحد من صناع القرار في الرياضه المصريه خلال السنوات الماضيه. بدأ حياته ممارسا لثلاث رياضات وهي سيف المبارزة، الرماية ضغط هواء 10 متر، الخماسي الحديث، ومثل مصر فيها جميعا. هو شريف أحمد فؤاد العريان، والمولود في 28 من نوفمبر عام 1970، حاصل على بكالوريوس هندسة من الجامعة الأمريكية عام 92، كما أنه شارك مع بعثة مصر في أولمبياد برشلونة في نفس العام، كما أنه أصغر لاعب يتوج ببطولة الجمهورية للخماس الحديث ريال ولم يكن يتجاوز 15 عاما، كما كان يحمل رقم مصر القياسي لبطولة الجمهورية للمسدس ضغط هواء قبل أن يتم كسر الرقم عام 1991، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل رياضي في الجامعة الأمريكية بداية التسعينيات من القرن الماضي. وعقب اعتزاله عام 1992 توجه للتحكيم الدولي، وتم اختياره كأفضل حكم دولي في بطولة العالم للخماس الحديث عامي 1999 و2000، ثم بدأ الاتجاه للعمل الإداري وتم انتخابه نائبا لرئيس اتحاد الخماس الحديث في عام 2008، قبل أن ينتخب رئيسا للاتحاد نفسه منذ 2012 وحتى الآن، كما تم انتخابه في عضوية اللجنة الأولمبية المصرية منذ 2013 وحتى 2017، وتم اختياره عضوا بالمكتب التنفيذي للجنة عام 2015، قبل أن يتم انتخابه بالتزكية أمينا عاما للجنة الأولمبية المصرية. امتدت مسيرة العريان الناجحة لرئاسته لبعثة مصر في أولمبياد الشباب بالصين صيف 2014، والتي حقق فيها الفراعنة الصغار 11 ميدالية كرقم قياسي، قبل أن يتم كسره في أولمبياد الأرجنتين ب12 ميدالية، كما شغل منصب نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وبالنظر لنجاحاته خلال رئاسته لاتحاد الخماس الحديث، فقد نجح في قيادة الاتحاد ليكون واحدا من ضمن أفضل 5 اتحادات على مستوى العالم. فنجد أن منتخب الشباب نجح في الهيمنة على منصة التتويج ببطولة العالم للشباب عام 2018، كما حصد الثنائي أحمد أسامة الجندي وسلمى عبد المقصود ذهبيتان من أصل 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين من نفس العام. وأخيرا تم تكريم أحمد أسامة الجندي كأفضل ناشئ على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، كما حصلت مصر على ثاني أفضل اتحاد على مستوى العالم بعد روسيا. باشمهندس يمكن تاريخ عريض ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا. اللقاء طبعا عدى بسرعة، بس أنا قبل ما أختم لقائي بحضرتك عايز تقول لي أمنيتك
في يعني في 15 ثانيه لما هو قادم. لا امنيتي طبعا ان مصر تبقى افضل وافضل، مصر تستاهل اكتر من كده بكتير. احنا عندنا بنيه اساسيه في مصر مش موجوده في اي دوله في العالم الحقيقه، حاجه اكثر من رائعه في الرياضه، محتاجين نستفيد بيها اكتر من كده. عندنا شباب رائع، عندنا مدربين مصريين لابد من ثقلهم عشان يبقوا فعلا احنا نصدرهم بعد كده للعالم كله. من نجاحات الخماسي ان احنا مشينا مدربين الاجانب واستعملنا المصريين وطورناهم بالفكر بتاعنا الى ان احنا وصلنا دلوقتي ان بقى في 4-5 دول في العالم في الخماسي مدربين المنتخبات بتاعتهم مصريين. ما شاء الله. لاعبتنا الحقيقه اكثر من رائعه، يعني اكثر من رائعه، بس عايزين مشكله يعني اقول ايه، هي مشكله دايما بتبقى ماديه في 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 أكيد المقام طبعا. الاول أكيد الحقيقه أكيد. انما التوجه العام دلوقتي بتاع الشركات وانها من الخدمه المجتمعيه تخدم الرياضه الحقيقه عامل طفره رائعه لازم نبني عليها ان شاء الله. العاب جماعيه وفرديه ان شاء الله. مفيش لي حاجه اسمها لعبه معينه احنا مثلا كويسين في لعبه أكيد. فلا احنا أكيد. اي لعبه هيتبذل فيها مجهود هتدي نتيجه طبعا، هتدي وهتقدر تنافس أكيد. في خلال عدد أكيد. من السنوات اكيد اكيد. باشمهندس شريف طبعا امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي. شكرا ليكم ودايما موفقين ان شاء الله. اعزائي المشاهدين انتهى اللقاء سريعا وانتهت حلقه الابطال النهارده، ولكن ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده من الابطال وقصه جديده وبطل جديد. شكرا جزيلا.